إذا قال الواعظ مفسرا لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، لا رازق ولا مدبر إلا الله، وأن الخلق والأمر لله، فبهذا لا يعبد إلا الله، ولم يتطرق لنفي غير الله ونفي الشرك والتحذير منه، هل يكفي هذا؟ وما هو المعنى الكامل مختصرا؟ هذا قاف، فإن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذا يقوله أبو جهل ويقوله كفار المشركون الأولون، يقول لا خالق إلا الله وليس هذا خلقه لا يقول ان الله وليس هذا خلق السماء لا يقول ان الله، ممكن يقول بهذا، لكن اذا قيل له قولوا لا اله الا الله قالوا لا، اذا قيلوا لا اله يستكبرون ويقول اجعل لا اله الا الله واحده ان هذا لشيء عجاب، فلا بد من بيان معنى لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله، وانه لا يدعى الا الله، لا يستغاث الا بالله، لا ينذر الا لله، لا يذبح الا يبين معنى لا مع انه لا خلق مع هذا وهذا، لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله، لكن مع هذا هو المستحق لا يعبد، والاله الحق الذي يجب ان يعبد بالصلاه والصوم والجلد والذبح والرغبه والرهبه والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات، فمن جعل هذا لغير الله من كوكب او ملك او ميت او صنم صار عبدا لذلك الشيء وصار قد اشرك به مع الله سبحانه وتعالى.